تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله، جميل أبو حفصة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله، نهار اللي يجيبوك هنايا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله، ومن ضل فإنما يضل عليها. الله، اهتدى وجبه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله، باش نوضح واحد النقطة، أنا ما طلقش القرآن على الموتى، لا لا، حيت القرآن هو إنذار للأحياء وليس للأموات. اسمع اسمع، عيب عليك تجي المقبرة وتقرأ القرآن، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كبحال مؤخرا واحد الفقيه، كبحال شي فقيه، خرج وكيتكلم حقا كاين اختلاف العلماء في الموضوع وكذا وهذا وهذا، هو هذا راه شقيلبه. في الاول تكلم زوين، في الاول واحد الفقيه ديالنا كبحال شي فقيه تكلم زوين، قال لك والو واحد الظاهره سيئه وكذا، ولا الجهله كياكلوا الشريحه في المقابر، هذاك الشيء كان زوين. وكي حس الساعه وصل قال لك اسيدي بالمهوه شي اخ ديالو فشي بلاصه، الاخ ديالو تبارك الله عليه وهذا يعني ما خلاش الناس يقراو القران على ذاك الميت، قال لهم الاحسن ما تقراوش القران، من السنه ما تقراوش القران. هو بدا يراوغ، كيفاش ابو حفصه بدا يراوغ؟ قال الاختلاف عباد الله، السي الفقيه الاختلاف فين كاين الاختلاف؟ ماشي تقرا على الموتى في المقابر، وزير معنا الفقيه ديالنا الله يرضى عليك. الاختلاف في اهداء ذاك القراءه لروح الاموات اللي كتكون مثلا في الدار، ها الاختلاف فين كاينه؟ الاختلاف ملي كتكون في الدار ديالك كتقرا القران، في الاخر القراءه هذه كتقول يا ربي يعني هذه القراءه كنهديوها لارواح الاموات ديالنا وكذا وكذا، هذا الشيء اللي فيه الاختلاف. اما باش تجي للمقبره وتقرا عليهم سوره الفاتحه هذا ضلال بعيد. تكلم زوين صراحة، واحد الساعة ويدير لنا شقيلبة، ما كاينش قراءة القرآن في المقابر، كاين شي هيدا هيدا ما أخبره به النبي والعلماء ديالنا الله يبارك لنا فيهم. أنا كتعجبني هاي وحدة كما كيقولوا سادتنا العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله ومثل أحب الناس إليه ومات ولاده ما قراش عليهم حتى قل هو الله أحد. هذه زوينة هذه، والله الا قال لك اختلاف العلماء هو في الختام في الكلام ديالو كيقرا سوره الفاتحه على المقبره في المقبره على الاموات، والقران قرا على راسك وانت حي يا صاحبي. واحد ميت وكيقول له واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، واحد ميت كيقول له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو افضل الى ما قدم. قد تقلعوا علينا اصيره سير ابو حفص سير. صراحة هذاك الصانيع عجبني، كنت باغي الشيخ حسن يتكلم لنا عليه، ولكن مازال سنين طويلة الحمد لله. هانا الأبطال اللهم بارك، كاين الطق. الجسد ديالك راه أمانة ومسؤولية في العاصق ديالك أخي المشاهد، شوف واش كتبني الصحة ديالك، شوف واش كتبنيها، راه أنت مسؤول عليها. هاد الأمانة هيسولك عليها ربي، صير معانا الآن. كمل أبو حفصة صاحبي، قراءة صراحة زوينة كانت غادا، فين مشات هاهي؟ أعطي الدق. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله.
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. اسمع اسمع. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سبحانه. العاجلة هي الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله. كلا نميد. جميل. انظر كيف فطنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله. لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللهم سلم. وقضى ربك ألا تعبدوا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكون. الله أكبر الله أكبر. إن تكونوا صالحين هاد المقرئ. هاد المقرئ اخوتي احبابي في الله كتسولوني عليه. هذا ابو حفصه. هذا حبيبكم. اش ما عرفتوش ولا هاد المقرئ هذا صاحب الاداء الجميل. كيشكر راسو يوم نشكرش راسي. هما الناس اليوم كيعصوا الله. كيقولوا لك خيوات تبارك الله علينا. كيعصى ربي مخاش يرجلو تا راسو. كيعصى ربي والناس كيصفقوا له. هادي اعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الايام يسمع صحابي من صحابته الكرام يقرا القران. قال له النبي قال له كما جاء في معنى الحديث قال له لقد سمعتك البارحه وانت تقرا القران. شنو قال له الصحابي؟ سمع شنو قال له؟ قال له يا رسول الله. قال له يا رسول الله لو كنت عرفتك كتسنط لي. قال له يا رسول الله لو كنت عارفك بانك انت رسول الله واقف وكتسنط القراءه ديالي. كمل ابو حفص شنو قال له؟ هاللغة العربية، هنتكلم باللغة العربية دابا، قال له لحبرته لك تحبيرا. جميل. حنا دايما كنبقى نشقوا على عباد الله القلوب ديالهم. فين هو الإخلاص؟ وفين هو هذا؟ كذا كذا. نطلب الله تعالى يرزقنا الإخلاص، رب العالمين على كل شيء قدير. كما قال أحد العلماء طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. أو مشي وخلق السماوات السبع. الاخلاص الاخلاص وكان كل شيء في خزائن ربي. نطلبوه تعالى يكرمنا. دابا بغينا السي حسن يتكلمنا على هذيك البادره الطيبه ديال الماء اللي شربنا منه. السي حسن. السلام عليكم.
تبارك الله المشاهدين ديال عمر ابو حفصه. ابو حفصه النحيلي. جميل جميل صوت رائع. شي واحد البارح صاحبي نسيت ما قلتلكش ما شاء الله يقول لك وصلي صاحبي هذاك صاحبك خوك نصحو. والله يقول لك خوك نصحو. الله يتوب علينا وعليه. امين. وعلى جميع المسلمين. امين. وفي الحقيقة الخرجة كانت جميلة جدا اليوم زايدة تبارك الله. الله زدنا تبارك الله تقريبا على المرة الأخرى شي 5 كيلومترات أو 6. والحمد لله مرينا وجبرنا واحد المياه في الطريق شربنا والأمور بإذن الله تعالى ناشطة ناشطة. أخوتي تبارك الله عليكم كنتمناكم تكونوا يعني نحن وإياكم أنتم ونحن يعني وجميعا أن تكون هذه القلوب مع الله عز وجل دائما. هذه هي الفائدة. رياضي ماشي رياضي يعني بيع شراي أستاذ معلم صانع فلاح راعي. إذا كان هذا الإنسان دائما وأبدا قلبه مع الله هنيئا له. وهو القائل سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله أكبر. آخر آية نزلت في الحكم وآخر آية في التشريع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا حبيبي الله. هذه الآية في نزلت هذه الآية نزلت في ايش؟ التشريع. وفي الحكم آخر آية في الحكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كنا اللي قالوا يعني نزلت قبل وفاة رسول الله بأسبوع والله أعلم هذا هو الراجح عند العلماء. إذن فأحبتي فيجب علينا وجوبا تاما أن نخشى الله عز وجل. الله خافوا الله يقول وخافوهم ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خاف من الله لا تخاف من أحد من الفقر ومن الزوجة ومن الأولاد. شحال واحد مروب العام على المرأة مروب له. خاف من الله يخوف منك كل شيء. لا خفتي من الله لأن عقبات في انتظار هذا الإنسان قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لضحكتم قليلا الله ولا بكيتم كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تعلمون ما أعلم. المسألة خطيرة تحتاج إلى خوف من الله. أول مصيبة يصاب بها هذا الإنسان الموت. الله الله الموت الموت أكبر مصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت مصيبة عظمى لا قبلها ولا بعدها. يا الله ارزقنا حسن الخاتمة. أمين. وتوفنا وأنت راض عنا. أمين. وارزقني والمسلمين قبل الموت توبة. الله أمين. وعند الموت شهادة. يا الله. وبعد الموت جنة وملكا عظيما. أمين. المصيبة الثانية وهي أعظم. قلنا قلنا. وهو القبر وظلمته. الله. القبر وظلمته. الله. القبر إما روضة من رياض الجنة. الله. وإما حفرة من حفر النار. الله. إما روضة من رياض الجنة. وإما حفرة من حفر النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة إخواني الكرام عباد الرحمن. الله. هذا الموقف عظيم عظيم يهبل الإنسان. الله. يحماق خجول العقل. يجي ملك الموت ما بقتش الموت كاين الحساب. الله. يا الله وحدك لا وزير لا رئيس لا محامي. الله. لا زوجة لا مال لا ديار لا أبناء لا شيء من الأشياء. الله قل لي بربك ما هو الشيء الذي ينفع هذا الإنسان في تلك اللحظة الوحيدة وحيد العمل. الله 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 كيف يكون حالنا فراشنا تراب. الله. وغطاؤنا تراب. الله. الله أكبر رحمك. وعن الله. يميننا التراب وعن شمائلنا التراب. فإخواني فيجب علينا أن نخشى الله عز وجل ونتقاه ونقف عند حدوده سبحانه وتعالى. الله. واتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه سبحانه وتعالى. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ الله. هذا الموطن الأول
هو اول ما عندك خير المشاهده والله ما كخافوا من الموت. اول منزله صاحبي صخلع ابويا من منازل الاخره هو القبر. عقيده مزينه الله القبر مريك. القبر الله كمل سيك. كان هذا الانسان مسلم مؤمن الله, الله اكبر لا اله الا الله. اذا كنت مسلم مؤمن تمتثل اوامر الله على طريق رسول الله صلى الله ومحتسبا الاجر الى الله. الله لا تكن نماما جميل. لا تكن نماما جميل. ولا تغتب احد الله. ولا تعتدي على اموال المسلمين الله. ولا تاكل اموال الايتام هي هي هي. ولا تعتدي على الضعفاء الله. والفقراء والمساكين بل عاكس هذوك يجيبوا سهلين. احسن الى الفقراء واكرمهم لوجه الله وسامح الأصدقاء والأحباب وصلة الرحم صلهم إذا ساءوا إليك فاصلهم واحسن إليهم الله. سيأتي يوم وهو الغد وليس الغد ببعيد ستنتقل إلى الآخرة ويندم عليك. سيقولون كان فلان كان يزورنا كان فلان كان يسامحنا صحيفة ديالك تبقى مفتوحة انت حاصل. كان يكرمنا كان لا يعتدي علينا كان ينصحنا كان يتقي فينا الله عز وجل الله. كان وكان وكان. إذن فأول منزلة من منازل الآخرة هو القبر. الله أكبر مكان مرعب الله. وفيه كما تعلمون كما هو موجود في منهاج المسلم باب عذاب القبر الله الله اللهم سلم. الملائكة العظام الذين هم تكلفوا بالسؤال أو مكلفين بالسؤال يسألون هذا الميت حينما يخرج من هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى قبره يسألونه الملكان الله يقعدانه الله ويقولون له الأسئلة المعروفة. سبحان الله ما أعظم هذا الكريم سبحانه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. أنتم تعلمون هذه المسألة أكثر مني إخوة الإسلام إخواني وأحبابي في الله. جميل. يمكن لأستاذ أنت في الامتحان يعطيك السؤال ويعطيك الجواب؟ لا يمكن لا يمكن. فرب العزة سبحانه وتعالى أعطانا الجواب في هذه الحياة الدنيا الله يا باش تجاوب عليه في الآخرة. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد رسول الله. يا وزعزع مع راسك. الله 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 جميل. أتلقي عندنا زوين أتلقي. إذا أجبت عن هذا السؤال الله 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 فزت فوزا أبديا عظيما الله الله الله. باش تجري اسمك الله وتكلم بهالطاقة راه. ولو ضاعت الدنيا حسن حيل اسمك ضاعت الدنيا أصلي عن بكرة أبيها سيحبك سيحبك. الدنيا ضاعت الله ما بقي عندك شيء من الأموال الله. ولكن فزت فوزا أبديا عظيما يا الله يا الله يا الله. من ربك؟ الله ربي ربي الله الله ربي الله ربي الله. هذا هبل هذا مشى الله اكبر. هذا خصو الجنه دابا الله اكبر. وبلاش اصاحبي اشو يعني. يقول سبحانه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل الله. ان الذين قالوا ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. حينما قالوا ربنا الله استقاموا على الصراط المستقيم نزلت الملائكة الله. بعد تفسير هذه الآية بعد المفسرين في هذه الآية تتنزل عليهم الملائكة يعني في القبر الله الله. لأنهم قالوا ربنا الله في الحياة الدنيا يا واستقاموا يا الله. قالوا ربنا الله ماشي الله الله هو مضيع صلى الفجر الله الله كيتعدى على والدي الله الله هو بعيد على السنة الله الله هو كياكل أموال الناس الله الله هو كيف ركت بين الناس بين الجماعة. نعوذ بالله نعوذ بالله. هو يزني ويسرق الله الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة انت مع الله ما تخافشي. يقول لك الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يا الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا جميل. وأبشروا بالجنة
التي كنتم توعدون. الله غادي يبشروك بالجنة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا الإنسان حينما يقول ربي الله، ربي الله، نعم، ما دينك؟ ديني الإسلام، والإسلام هو الاستسلام. المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا أردت أخي الحبيب أيها المشاهد، إذا أردت أن تعرف نفسك اعترافا تاما أنك مسلما، كيفاش؟ فاعرض نفسك عن حديث رسول الله. الله أكبر، قل قل. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، الله يسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت مسلم، إذا أردت أن تكون مسلم، وإذا أراد هذا الإنسان أن يكون غير مسلم والعياذ بالله، من هو هذا؟ قال الحبيب المصطفى، من غش الله وسلم أو من غشنا فليس منا. أعوذ بالله. الغشاش، فهذا هذا الغش ليس من أمر المسلمين. الله. ليس منا. كما تعلمون هذا الإنسان يبقى يوم القيامة وحيدا، كيقولوا أورسي، يبقى في أورسي، حيت النصارى ما كيغشوش، اليهود ما كيغشوش، المسلمين ما كيغشوش. شوف انت شمن لقيت عتلقى بوحدك، انت غشاش. شري شي برقاطة ديال الأوروبيين، شري برقاطة ديال المغرب هنا واجي تفرج، ماشي كنزكيهم أنا. أعوذ بالله. على كل مقام مقال. جميل. وختاما ستسأل عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من نبيك؟ الله 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 الله. من منا يصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من منا من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة؟ الله. الله أكبر. قال الله عز وجل في حقه، إن الله وملائكته الله يصلون على النبي. جميل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلموا تسليما. الله الله صلى الله. الله. هذا رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. الله الله أكبر. كان معي، من أحبني كان معي في الجنة. كان معايا، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. جميل. ما قال كان في الجنة، هذه اللي كنت نفكرها أنا، ما قالش كان في الجنة، كان معي. الله. من يضمن لك الجنة؟ الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. كيف ما قالت زوجة فرعون، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. الله. نعم. ضب يعرف رسول الله، ضب ضب كيعرف النبي. حيوان. حية 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 تعرف الحبيب المصطفى. الله. حينما كان الحبيب المصطفى في غار حراء، هو والصديق الوفي أحسن رجل من بعد رسول الله وأبو بكر الصديق، كان معه في الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، لا تحزن إن الله معنا. الله. لا تحزن إن الله معنا، لا تتقلق إن الله معنا. الله. فلوس الكراء، إن الله معنا. الله. الولاد مراضين، إن الله معنا. الله. الأم ممرضة، الله يشافيها لك، إن الله معنا. الله. والحج صمضي، إن الله معنا. إن الله معنا. جميل. لحظة، خرجت حية، لكن ما هو سبب خروج هذه الحية؟ لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم، تريد السراج المنير صلى الله عليه وسلم. هي جاءت لتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحية كتعرف النبي وانت كتعرف النبي، هما في الغار والحية كتخرج، والحية ما خصهاش عاد خصها تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. الحية. لا إله إلا الله. السلام عليكم. صحة وراحة خير الله عزك. هذه الحية جاءت لتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سؤالي عن ماذا؟ يعني الكلام شيق، ونحن على قرب، يعني قرب الحي إن شاء الله تعالى.
حنا في هذا الهواء الطيب الحمد لله النقي تناولنا معكم هذا الموضوع الحساس اللي يحتاج إليه كل الناس، لا نقول المسلمين بل الناس كلهم مسلم يخافوا من الله ويعودوا إلى الله عز وجل. موضوع جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. تكلم شوية الأوينة ديال المال اللي كنشربوا منها ويجعلني وإياكم الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. ما تكلمش شي مرة قرب لحد الناس هنايا خير سير شي شوية نحيدو هنا. السلام عليكم تبارك الله عليكم الإخوان الله يعاونكم وفي الله. أخي عمر شنو نقول لك؟ مويه أجمل شيء في الحياة ديال الدنيا هي الصدقة. الله جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة. نعم كما هو موجود في الحديث يعني عنده 600 جناح، إذا طلق جناحا واحدا أو أطلق جناحا واحدا يعني أهل السماء لا ينظرون إلى أهل الأرض وأهل الأرض لا ينظرون إلى أهل السماء. بمعنى غادي تصبح السماء الثامنة. هذا جبريل بهذه العظمة، وهو الذي يعني كان ينزل الله عز وجل يعني رسول رسول الله، القرآن الكريم أنزل بواسطة جبريل عليه السلام بعظمته وفخفخته. بهذا المواقف ديال جبريل عليه السلام تمنى أن يكون من بني الإنسان. ما هو يعني ما هي الأشياء التي تمناها أو أراد أن يكون من هذا الإنسان؟ شو الأشياء؟ ما هي الأشياء أو الأسباب؟ ما هي الأسباب التي خلت جبريل باش يكون من بني الإنسان؟ ما هي الأشياء؟ شكون عايش يجاوبني؟ ما هي الأشياء التي خلت جبريل يعني عليه السلام أن يكون من بني الإنسان؟ شنو هو هي هذه الأشياء؟ أول شيء وهي الصلاة. الله الله الله. الشيء الثاني الماء. تعطي الماء، صدقة ديال الماء عظيم عظيم، هذا عمل عظيم عظيم هذا الأمر هذا. ولكن اللي جميل أكثر هذا الأمر هذا، أنا سبحان الله غادي نحكي واحد الحكاية في هذا الماء. كان واحد الحبيب جا كيزور واحد الحي بلا داعي لذكره ما نذكروش بإذن الله تعالى، ويبحث عن الناس الأرامل الناس اللي ما عندهمش الماء. أنتم ما يعجبكم الحال أيها المشاهدين الكرام، قلب على امرأة مسكينة وهي مثل الرجل عندها أبناء صغار والنظر عندها مسكينة ماشي مزيان، ما كتنظرش مزيان، وكتخرج بديك البوديزات ديالها في الدرب، يوم يعمر لها دي وغدا تعمر لها وغد بعدهم يعمروا لها شيء. السلام عليكم. الله جا واحد الأخ كريم الله يبارك فيه، قال له كتعرف شي وحيد هنا دوشا؟ قال له ياه راه كاينه وحده هنايا. قال له راه ماشي انا، انا غنشوف شي واحد وندخل لها ودخل لها الماء. الله هو عاد دخل الماء، مشاو رجل المسائل يقولوها صنع عليه، قال له صافي جهزتو باش نقول السيد عطيني الفلوس. هو عمل هذا العمل، هذا العمل هذا باخلاص. اش بغيت نقول؟ افضل الصدقه هي الصدقه يعني تكون ب قلنا الماء، فالماء فهو أمر جميل باش الإنسان يصدقه، والأحسن هي يكون في محله بحال هاد المرأة المسكينة هادي. ما عندناش اللي يعولها، فما عندناش اللي يعولها، ما عندناش اللي يكرمها. الله بعد ما كانت كتعاني الصحيحة ديالها وليداتها كيجبروش باش يغسلو باش ينظفو حالتهم، تعلم البزيبينز كيفاش خلى ديك المرأة ديك القلب ديالها وديك الناس. أنا بغيت الإخوان ديالنا هكذا هاد الأبطال، هاد عاجة سياق الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسونا من صالح دعائكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أصدقاء.